أكيد مستعدة الأمومة، لأن سبح الله الاستعداد كيجيك من عند الله، دونك كيولي داكشي فيك إني، كتولي كتوجدي لهذا الحدث اللي غادي يكون. بديت كنوجد داكشي ديال البوفي، داكشي ديال لو بيبي، دونك حنا غاديين شويه بشويه. انا صراحه كنعاتب على السيدات اللي كيفكروا ان واش نولد سيزاريان ولا نولد طبيعي. بالنسبه لي هذا ماشي اختيار، هذا يعني الاساسي، الفكره اساسيه خاص تكون عندنا هو انني نولد ولاده طبيعيه، ولكن الا لا قدر الله كانت عندي مشاكل صحيه غنضطر اني ندوز للولاده القيصريه. ما كاينش فحال اي حاجه اللي خلقها فينا الله طبيعيا. وبالنسبه للرضاعه، انا مع الرضاعه طبيعيه حتى هي، لان المكونات اللي كيكونوا في الحليب ديال لامامون ماشي نفسهم المكونات ديال الحليب الصناعي. كيبقى دي فوا الا مثلا كنا خارجين ولا نقدروا نعطيو ان بيبغون ولا هذا، ولكن على اساس ان البيبي ملي يتولد هو كيشرب الحليب الصناعي، مع انا جو سي با تري بو. فانا بحكم ان كان عندي وزن زايد قبل وضعافيت ودابا رجعت غلاضيت شويه، جاني الامور صعيبه، ولكن كنقول بيريود وغادوز ان شاء الله. اون فوا غيكون الولاده الانسان غيرجع للعادات ديالو. انا كنعاني من الانتفاخ للاسف، لان رجليا كينتفخوا بزاف، مابقاش كيجوني حوايجي، صباعي حتى هما، خواتي مابقاش كيجوني، ولكن سي اون بيريود اللي كدوز. 9 شهور ان شاء الله كطير، والباقي ان شاء الله راه الانسان يخدم على راسه من بعد. ما عرفتش، حسيت بان فتره الحمل اللي كندوز فتره زعما عاديه، اللي زايد هو ان بيبي اللي كي واحد اللي كينمو في الاحشاء ديالك. يمكن الاحساس اللي زوين هو داك البيبي ملي كيبدا يضربك شويه بحال هكا، دونك كتحسي ان سبحان الله العلي العظيم واحد الشعور ديال الامومه كيبدا معك من دابا. كتولي كتخافي على لو بيبي ديالك وانت باقي ما شفتيه، عندك نطيح، عندك ما نشرب شي دواء ما يجيش معاه، عندك هذا. ف لا يحرم حتى شي واحد يا رب العالمين. كنظن والله اعلم اني غنكون حنينه بزاف، ولكن في نفس الوقت قاصحه، اللي ما عنديش مال بزاف الباسلين، فهمتي. غنكون ديك لا مامون دوس اللي عزيز عليا لي كالا، عزيز عليا يعني نكون داك لو توشي بيني وبين لو بيبي. ولكن يمكن ملي غيكبر البيبي يكبر شويه غنكون شويه يمكن ستريكت، شويه بيان سور في اطار المعقول، يعني ستريكت غير باش الوليد يتربى مزيان، يكون نعرف ما له وما عليه.